في انضباط في المدارس، مفيش مدارس دلوقتي يعني يقول لك مفيش حكومه، لا مفيش الكلام ده. انا كان معايا كان حد بعت لي حاجه، طلبه بترقص داخلين بيرقصوا مدرس بالعافيه، الراجل داخل من والله العظيم ثلاثه ويشدوه ويشيلوه الكلام ده كله. وانا كتبت حتى على البتاع وبشير على لاصحابي وبتاع، لو دوله عايزه تصلح التعليم العيال دي ترفض وتتحول للمحكمه. اذا ترى ان مجموعه الطلبه اللي حبت ترقص الاستاذ بالعافيه، وايه برضه هنحاول ناخد منه الفيديو ده ونذيعه في حلقه قادمه حصري اهو لحضراتكم، اما فضلوا ما يتحاكموا. انما الدوله مش عايز اقول يعني فكره الناس هتزعل، لا والاهالي هتطلع في الاعلام، الاهالي هتطلع في الاعلام وتقول لك ما تطلع العيال، ما تطلع الله، دي دوله يا بيه، دوله مش هيطلع برامج والمذيع ما يطلع والمذيع اللي يتكلم وينصر حاجه زي كده يمشي يا بيه. لازم يبقى فيه ضبط وربط في الدوله، في كل حاجه في الدوله. الكلام ده ما ينفعش، مش هينفع الكلام اللي احنا بنعمله ده. احنا بندافع عن الرئيس وندافع عن الدوله، وبعدين انا بتكلم للدوله ليه؟ يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا، المثل الشعبي اللي بنقوله. بنتمنى كل حاجه تبقى كويسه، لكن الحد يطلع ومذيع يطلع. الناس دي كان يا بيه بالتليفون، كان بالتليفون قبل 25 يناير، يا تتعدل وتحترم نفسك يا تقعد في بيتكو. هو ده الكلام، ده كان 25 يا جماعه. شفنا صوت محمد رمضان معانا، كان قبل 25 يناير يجي للاعلاميين تليفون لظبط الاداء، يا تتلم يا تقعد في بيتكو. طبعا هو ده الشغل، اسمه مظبوط. ايام انس الفقي وصفد الشريف والمجموعة، كل الناس اللي موجوده دي اللي كانت بتعرف كانت ظابطه الاعلام، وكان حد يقدر يرفع صوته ولا يتكلم. طب ما ده برضه مش مطلوب. لا مطلوب في دوله زينا، مطلوب. انت بتنادي بالراي الواحد، الاعلام يكون راي واحد، راي واحد يا بيه. معي هو لما انا اظبط الدنيا وابقى مع البلد في محنتها يبقى رأي لسه الشعب المصري. لما قال الدكتور احمد نظيف الديمقراطيه وعمر سليمان وعمر بيه سليمان عليه رحمه الله، لما قالوا ان 50 سنه، ده لا مش 50 سنه، ده الشعب يعني اغلبيه الشعب المصري عايزين 200 سنه عشان يعرفوا معنى كلمه ديمقراطيه. ما احنا شفنا اهو البلاوي اللي احنا شفناها يا راجل. ده الاردن طلع فيها مظاهرات والحاجات دي في منتهى الرقي، لكن احنا عندنا يخش بقى العيال اللي بتقبض وقله الادب ويحرقوا الحاجه الناس بتعترض على بعض الحاجات اللي موجوده في كتير.